تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة. تشهد فنزويلا حاليا أزمة سياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، والذي نصب نفسه يوم 23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد. من جهته دعا البرلمان الأوروبي إلى سن عقوبات وجزاءات جديدة تستهدف المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقمع في فنزويلا، معربين عن قلقهم على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في كاراكاس. قال البرلمان الفنزويلي إنه يجب على سلطات الاتحاد الأوروبي تقييد تحركات هؤلاء الأفراد وتجميد أصولهم وتعليق التأشيرات وكذلك تأشيرات أقربائهم أيضا. إذن للمزيد حول تفاقم الأزمة في فنزويلا مشاهدينا الكرام ينضم معنا عبر الصوت والصورة الآن معكم الأستاذ زكريا عثمان، وهو خبير العلاقات الدولية. أستاذ زكريا، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك. تداعيات المشهد السياسي في فنزويلا والأوضاع الآن ما بين الرئيس مادورو وزعيم المعارضة جوايدو. يعني في الحقيقة دعني بداية أقول أن يعني مصر وباعتبارها دولة تتبنى سياسة خارجية متوازنة تقف على مسافة متوازية من كافة متساوية من كافة أطراف الأزمات الخارجية، ولا سيما الأزمة الفنزويلية نفسها، على اعتبار أن هذا شأن داخلي بحت، وبالتالي هذه هي السياسة الخارجية المصرية المتوازنة دائما والتي نجحت مؤخرا في إعادة التأكيد على الدور المصري عربيا وإقليميا ودوليا. عودة سريعة إلى سؤالك، في الحقيقة الجميع يعرف أن فنزويلا وهي الدولة الغنية بالنفط الواقعة في أمريكا اللاتينية أو الجنوبية، دولة تشهد الآن أزمة سياسية عاصفة تتمثل في الصراع على السلطة بين الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وبين رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه في 23 من يناير كانون الأول الماضي رئيس مؤقتا للبلاد. دعيني أقول أنه من باب نسبة الأقوال إلى قائلها، الجميع لابد أن يعرف جذور هذه الأزمة. في الحقيقة الجميع يعرف أن أيضا أن الرئيس نيكولاس مادورو استلم السلطة في البلاد عقب انتخابه خلفا لسلفه الراحل هوغو تشافيز، أيقونة الكاستورية أو الثورة البوليفارية في أمريكا اللاتينية. ولكن دعني أقول للأسف أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في البلاد نتيجة الفساد المستشري هناك، كل هذه الأمور دفعت بالمواطن الفنزويلي في العام 2015 لانتخاب المعارضة في الجمعية الوطنية، دعين أقول البرلمان، دعين أقول أن هذه الخطوة أثارت حفيظة مادورو الذي قام بدوره في الإيماء إلى محكمة العدل العليا في البلاد ل الحكم أو إصدار حكم ببطلان انتخاب ثلاثة من أعضاء المعارضة، وهو الأمر الذي حرم المعارضة أن ذاك الوقت من التمتع بأغلبية برلمانية. دعيني أقول أن الأمور وصلت بين طرفين إلى ربما إلى طريق مسدود أن ذاك الوقت، وهو الأمر الذي دفع بمادورو أيضا إلى تدشين ما يعرف بالجمعية التأسيسية الوطنية، أعني برلمان آخر غير الجمعية الوطنية التي فازت المعارضة بأغلبية الأصوات بها. دعيني أقول أن هذه الجمعية التأسيسية قامت بالتكريس بإعداد مسودة دستور جديد خلفا لدستور العام 1999 الذي حكم على أساسه الرئيس الراحل هوغو تشافيز البلاد حتى وفاته العام 2010، وبالتالي المعارضة رفضت طيب أستاذ زكريا، يعني عذرا للمقاطعة، ولكن دعنا يعني نتحدث في نقاط رئيسية أكثر في الملف الفنزويلي.
نحن نتحدث في البداية قبل أن نبحث عن تداعيات الموقف الآن في المشهد الفنزويلي سواء كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، دعنا نتحدث في البداية من الأصل، من المتسبب الحقيقي في الوصول إلى ما آلت إليه فنزويلا الآن من أوضاع اقتصادية سيئة وكذلك أيضا سياسية بالطبع بالتزامن مع الاقتصاد؟ دعيني أقول أن هذا سؤال جاد للغاية، لأنه لابد للمشاهد أن يدرك ملابسات الموقف والأسباب الحقيقية التي دفعت بالأزمة الفنزويلية سواء السياسية بها أو الاقتصادية إلى طريق مسدود. دعيني أقول أنه على صعيد، بداية على صعيد الأزمة الاقتصادية، الجميع يعرف أن المفترض أن دولة فنزويلا هي أكبر، هي الدولة التي لديها أكبر احتياطي نفط في العالم، يبلغ قوامه حوالي 300 ملايين برميل، كانت تنتج قبل 10 أعوام، يعني قبل عقد من الآن، حوالي 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا. لكن ومع وجود فساد هيكلي مستشر في كافة مفاصل الدولة الفنزويلية، تراجع سقف الانتاج وبالتالي الصادر اليومي من النفط الفنزويلي الى مليون فقط، الى 1,300,000 برميل يوميا. دعيني اقول ان هذه الدولة كما يعرف الجميع تعتمد في مواردها وتعتمد في ميزانيتها على 98% من بالمئة على النفط فقط، بعد أن كانت تعتمد في غابر الأيام على موارد أخرى كالغاز الطبيعي، ودعيني أقول الصناعات الثقيلة، وبعض الموارد الطبيعية كالحديد والذهب. ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب. دعيني أقول أن هذا يعني الفساد هو المسؤول الأول عن تراجع الاقتصاد في البلاد. هذا يعني هذا الفساد تترجم في الواقع إلى نتائج مريرة لا يمكن وصفها على الإطلاق، تتجلى أبسط صورها في أن فنزويلا الآن تعاني من عملة محلية هي الأقل سعرا في العالم، تعاني أيضا من معدلات بطالة هي الأعلى في العالم، تعاني أيضا من معدلات تضخم هي الأعلى في العالم، تعاني أيضا من أزمة طاحنة في الوقود، على الرغم من أنها عفوا في الأدوية في الدواء، وأزمة أخرى في الغذاء. دعيني أقول وهذا هو ما دفع عناصر المعارضة مؤخرا بفتح البلاد أمام المساعدات الأجنبية ولا سيما الأمريكية منها. هذا هو أبسط توصيف للأزمة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا الآن. ولكن ولكن بالتزامن أو بالتوازي، دعيني أتحدث أيضا عن أسباب الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها البلاد والتي قسمت البلاد إلى معسكر أو إلى فرصتين. أبرز ملامح هذه الأزمة تتجلى في أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استبق الأحداث وأعلن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير شباط من العام 2018. هذه الخطوة دفعت معظم أقطاب وأبرز شخصيات المعارضة إلى الامتناع عن المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية، بل وخوضها من الأساس وبامتياز. دعيني أقول فضلا عن بعض الإجراءات التي تقول المعارضة وليس غيرها، التي تقول المعارضة وليس غيرها، أن مادورو هو من حجب أو هو من حضر مشاركة كافة عناصر المعارضة، وبالتالي الأمر آل إلى أن الساحة الانتخابية كانت اقتصرت عليه وبامتياز، وبالتالي حققت هذه الانتخابات أو عفوا تمخرت هذه الانتخابات عن انتصار سهل وبسيط له. لكن المعارضة في المقابل تقول أن هذه الانتخابات غير صالحة وغير شرعية، ونتائجها غير شرعية على اعتبار عفوا غير فاعلة وغير صالحة، لأنه لم يكن هناك انتخابات حقيقية، لم يكن هناك صندوق تنافس عليه اثنان، حيث أن مادورو هو الذي ترشح بمفرده ولم يكن لديه أي خصم أو منافس يذكر
ولا سيما من أطياف المعارضة أو من مرشحي المعارضة. على غرار هذه المعطيات أو في فضوء هذه المعطيات قام مادورو بإجراء مراسم تنصيب نفسه في العاشر من يناير كانون الأول من العام الجاري عن العام 2019، لكن هناك العديد من الجهات المعارضة سواء كانت منظمات دولية أو دول أجنبية أو حتى منظمات محلية. دعيني أقول أن أبرز هذه المنظمات وأيضا إقليمية، دعيني أقول أن على سبيل المثال الحصر منظمة ليما اللاتينية التي تضم 17 دولة، بالإضافة أيضا إلى منظمة الدول الأمريكية التي تضم كافة الدول الأمريكية اللاتينية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أعلنت معارضتها باستثناء كوبا لنتائج هذه الانتخابات، وارتأت هذه المنظمة يعني منظمة الدول الأمريكية أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يعد رئيسا شرعيا للبلاد على حد وصفها أو تعبيرها. تلك هي أبرز معطيات الأزمة السياسية. طيب بخصوص طبعاً يعني لما نتحدث عن دعوة البرلمان الأوروبي لسن عقوبات وجزاءات جديدة تستهدف المسؤولين عن الفساد وعن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع، يعني هذه الخطوة تحديدا من البرلمان الأوروبي، هل لك تفسير لها؟ طبعا يعني في الحقيقة دعيني أقول أن يعني هذه الخطوة متوقعة للغاية من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أقوى الجهات الداعمة لمعسكر رئيس البرلمان خوان غوايدو، أو ما أو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب المادة 233 من دستور العام 1999 الذي كما ذكرت أنفا الذي حكم الراحل هوغو شافيز البلاد أو فنزويلا بموجبه. دعينا أقول أن هذه المادة تقول حرفيا وهذا على تعبير المعارضة التي دعيني أقول أن رئيس محكمة العدل العليا الفنزويلية والذي يقبع الآن في منفاه بدولة بنما أرسل رسالة في 22 من يناير كانون الماضي إلى خوان غوايدو، قال فيه أنه ينبغي على الأخير أعني خوان غوايدو تولي مهام السلطة والوقوف على الهرم الإداري للبلاد، نظرا لأن منصب الرئاسة يعد شاغرا من وجهة نظره أعني من وجهة نظر رئيس محكمة العدل العليا الفنزويلية. ودعيني أنسب الأقوال إلى قائلها للمرة الألف لأن الأزمة بلغت التعقيد وحساسة ودقيقة للغاية، إلا أنه يعني في ضوء هذا يعني وفي ضوء هذه المعطيات استشهد رئيس محكمة العدل العليا الفنزويلية بالمادة كما ذكرت أنفا المادة رقم 233 والتي تقول أنه في حال غياب أو في حال عدم وجود رئيس شرعي ينبغي على زعيم أو على رئيس البرلمان الفنزويلي تولي السلطة في البلاد، وهو الأمر الذي دفع بالفعل خوان غوايدو إلى إعلان إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 أعني بعد يوم واحد من تسلم هذه الرسالة. طب أستاذ زكريا أن هناك 50 دولة دعنا نتحدث تفضلي. أيضا في يعني مشكلة أو عقبة ربما تكون خارجيا أكثر منها داخليا في فنزويلا، عندما يتم ذكر فنزويلا الآن على الساحة السياسية يتم اقتران طرفين، الطرف الأمريكي من جهة والطرف الروسي من جهة أخرى بخصوص هذه الأزمة الداخلية التي تحدث في فنزويلا. إذا أردنا أن نلخص يعني هذا الأمر تحديدا من جانب الجهتين الجهة الأمريكية والروسية بخصوص ما يحدث في المشهد الفنزويلي، ماذا نقول في هذا الأمر؟
يعني بكل بساطة هو صراع ايديولوجي بين الاشتراكية من ناحية وبين الرأسمالية من ناحية أخرى. ودعيني أقول أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الإطلاق، لأن الحزب الحاكم هو الحزب الاشتراكي الوحدوي الفنزويلي الذي يتزعمه الرئيس نيكولاس مادورو، هو حزب اشتراكي وبامتياز، وبالتالي فعندما تقوم كل من روسيا والصين بدعم هذا المعسكر، أعني معسكر مادورو، فهو أمر طبيعي لأنهم يدعمون الأيديولوجية الاشتراكية أو الشيوعية في هذا البلد. لكن في المقابل دعيني أقول أن أطياف المعارضة بأمتها والتي تتلخص فيما يعرف بالمائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية في البلاد هي عبارة عن توجه الأيديولوجي رأسمالي أو غربي وبامتياز، وبالتالي لابد أن تحظى بدعم أمريكي وأوروبي، وهذا ما يفسر دائما التدخلات الأمريكية في الموقف لصالح خوان غوايدو، ويفسر أيضا مسارعة واشنطن في إعلان الدعم فورا والاعتراف بغوايدو كرئيس مؤقت البلاد، وهو ما فعله أو هي الخطة المماثلة التي فعلها الاتحاد الأوروبي مباشرة. إذن هناك صراع بين أيديولوجيتين متباعدتين عالميا، الأيديولوجية الاشتراكية المتمثل التي تدعمها روسيا والصين، ودعين أقول أيضا أن هذا المعسكر أيضا انضمت إليه تركيا وإيران وجنوب أفريقيا، فضلا عن المعسكر المقابل وهو المعسكر الرأسمالي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي تدعم هذا المنهج الأيديولوجي. طيب يعني دعنا نتشارك الحديث يعني أستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية هاتفيا الآن مع الأستاذ أحمد علي وهو الباحث الاقتصادي. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لحضرتك يا دكتورة هيا ولكل السادة المشاهدين. إذا تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية السيئة والتي تعاني منها فنزويلا الآن، لو رصدناها في أسباب سياسية في المقام الأول ماذا نقول؟ يعني هو بالطبع زي ما حضرتك تعلمي جيدا انه السياسه والاقتصاد مش هنقول وجهين وعملتين وعمله واحده، لكن سرعه التاثير ما بينهم بتكون بشكل كبير. اذا ما تاثر احدهم باي اثار او نتائج سلبيه وحاله من عدم الاستقرار بالتبعيه بيؤثر على الاخر، تحديدا يعني الامور السياسيه تاثيرها بيكون اسرع على الاقتصاد لانه بيتبع يعني قدر من حاله من عدم الاستقرار ويعني عدم وجود امن، وبالتالي بينعكس على هروب الاستثمارات الاجنبيه داخل هذه الدوله وما شابه ذلك من توقف لعمليات الانتاج وحركه الانتاج، وبالتالي ارتفاع في يعني زياده حجم الواردات وزياده مستويات الاسعار والتضخم وخلافه، فهي يعني منظومه متكامله او تأثير ما بيكون من حلقة لأخرى كتير. فبالتالي الوضع في فنزويلا يعني النتائج الاقتصادية اللي حصلت أو تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأيام الماضية كان يعني متوقع بشكل كبير، لما يعني هو موجود من أحداث سياسية إلى حد ما غير مستقرة بشبه قدر من التوتر، وبالتالي بالتبعية يعني كان متوقع أنه يكون هناك أحداث. بالعكس ده كمان متوقع أكثر أنه يكون مزيد من النتائج السلبية أو التأثيرات السلبية على الاقتصاد، واللي بيكون في بدايتها طبعا هروب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض نسبة تواجدها داخل أي اقتصاد، وبالتبعية بينعكس أيضا على انخفاض حجم الاحتياط النقدي داخل الدولة، توقف الإنتاج، زيادة حجم الواردات، ارتفاع مستويات الأسعار، الاحتجاجات، يعني كل ما كان هناك زيادة في احتجاجات أو تطورات بالتبعية بيأثر يعني على السياق العام لآلية عمل الاقتصاد داخل هذا المجتمع. إذن الخطوات التي يعني يجب أن تتخذها فنزويلا الآن لإنقاذ هذا الاقتصاد الذي ربما يتجه إلى التهالك والتدهور بشكل أو بآخر مع استمرار هذه التطورات والتداعيات على أرض الواقع سياسيا، هل هناك خطوات يجب أن تتخذها فنزويلا بشكل عاجل، أم الخطوات ربما تنتظر يعني أو يتم انتظارها بشكل كبير من شأن خارجي؟ نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم جيدا أنها يعني ربما تؤيد بشكل أو بآخر صوت المعارضة، وأيضا نتحدث عن روسيا، نتحدث عن النرويج كوسيط أيضا في هذه الأزمة. يعني هذه الأمور كيف من الممكن أن يعني تنقذ فنزويلا من المأزق الاقتصادي؟
يعني خلينا اقول لك دكتور انه لو كان الوضع سياسيا تحت قدره الدوله في ناتو تسيطر على الامور واعاده تهدئه الامور مره اخرى وتسويه الاوضاع سياسيا بيكون تاثير ده بشكل اسرع على ان هي تعيد تركيب حتى اليات اللعبه الاقتصاديه واليات عمل الاقتصاد مره اخرى وتحقيق قدر من الامن والاستقرار داخل المجتمع، وبالتالي من الممكن ان هو يعني حجم الاستثمارات يبقى في ثبات نسبي مع مرور الوقت لنشهد يعني تدفق الاستثمارات الاجنبيه الى الاقتصاد الفنزويلي مره اخرى. لكن زي ما حضرتك ذكرتي طالما كان هناك تدخل من اطار المجتمع الدولي متمسك بالقوى السياسيه العظمى الولايات المتحده الامريكيه او الصين او روسيا او فرنسا ايا كانت هذه القوى، وتحديدا لو كان في دعم لجماعات معارضه لمواجهه الحكومه او نظام الحكم الحالي فده بيبقى له تاثير مختلف تماما، وبالعكس احنا نشهد مزيد من التوتر في الاقتصاد، وبالتالي لابد انه النظام السياسي الان داخل فنزويلا يحاول تهدئه الوضع كسب المعارضه التفاوض مع المعارضه بما يحقق مصالح كلا الطرفين، وبالتالي من هنا نبتدي احنا نتحدث عن تسويه بقى لكل المشاكل الاقتصاديه الموجوده. لكن طالما هناك دعم خارجي ودولي تحديدا من الناحيه السياسيه لاي جماعات معارضه في مقابل او في مواجهه نظام الحكم الحالي، فاعتقد ان الوضع هيزداد تدهورا، بالعكس يعني هيكون اليه ترتيب الامور اقتصاديا هيكون فيها شيء من الصعوبه. الاستاذ احمد علي الباحث الاقتصادي حدثتنا هاتفيا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والايضاحات، واعود من جديد اليك استاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدوليه. اريد ان اتحدث معك في النقطه الاخيره التي ربما طرحتها على ضيفي منذ لحظات، الاستاذ احمد علي الباحث الاقتصادي، والخاصه بعمليه الوساطه والتي يدعمها البرلمان الاوروبي في صوره النرويج. برأيك يعني فعل الوساطة تحديدا هل هو ملائم لطبيعة ومناخ ما تمر به فنزويلا الآن، سواء كانت ما بين الحكومة أو المعارضة، إلى أي مدى سيجدي نفعا على الوضع السياسي في فنزويلا؟ يعني دعيني أقول أن المحادثات أو المفاوضات الفنزويلية الجارية الآن في النرويج، دعيني أقول أنها تعد بمثابة الفرصة الأخيرة لطرفي النزاع وصراع على السلطة في فنزويلا، أعني مادورو وغوايدو، وبالتالي فإن وفدي الجانبين ينبغي عليهما أن يبذلان قصارى جهدهما لإنقاذ البلاد من براثن الدخول في النفق المظلم، لأن الجميع كما ذكرت أنيفا يعرف أن المعاناة الاقتصادية الآن بلغ ذروتها في فنزويلا، وأنه لابد من المرور من اجتياز عنق الزجاجة بشكل أو بآخر، ولابد من تعاون الأطراف المعنية في الأزمة للحيلولة دون تفاقمها. لابد أن يعياني تماما أن فرصة المفاوضات الفنزويلية بوساطة النرويجية هي الفرصة الأخيرة والذهبية ربما من نوعها، لأن الجميع يعرف على سبيل المثال الحصر أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض مزيد من العقوبات على الحكومة الفنزويلية، على حكومة مادورو، في حالة خروج في حالة فشل هذه المفاوضات وعدم التوصل إلى حل الأزمة أو على الأقل حل حالتها بما يرضي المجتمع الدولي، ودعيني أقول في الواقع بما يرضي الجانبين الأمريكي والأوروبي. وبالتالي لابد أن يدرك حقيقة الجانب الأكبر من المسؤولية يقع في هذه المسألة من منظور الشخصي وبشكل تحليلي على حكومة مادورو أو على الرئيس نيكولاس مادورو، لأنه لابد أن يعي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عازمان أو مصممان على استهداف نظامه اقتصاديا وبشكل خانق، حتى يدفعان بالشعب الفنزويلي الى مزيد من الاحتجاجات وربما الصدمات والمواجهات الدميه مستقبلا. كل هذا سوف يؤثر بطبيعته على الاوضاع المعيشيه للمواطن الفنزويلي الذي وان كان الان يحتمل الوضع، لكنه لن يحتمله على الاقل على المدى المتوسط أو بالأحرى على المدى البعيد. فبالتالي أعتقد أن الجانب الأكبر من المسؤولية ينبغي يقع الآن على كاهل حكومة مادورو التي لابد أن تنتهج سياسات مسؤولة ومتعقلة للخروج من النفق المظلم أو عفوا لحماية البلاد من الدخول إليه فعلا. وفي المقابل أيضا هي رسالة ضمنية تشمل أيضا معسكر غوايدو الذي لابد أن يكون متعقلا، ويعني
ويعي تماما أن فنزويلا دولة مستقلة، وأنه لابد بشكل أو بآخر أن يحافظ على استقلالياتها، وأن يحافظ بالفعل على تحقيق الصالح الوطني لهذه الدولة بعيدا عن أي أجندات خارجية، ولابد أن تكون هناك ثمة موائمات ومقاربات لتحقيق المصالحة الوطنية بين الجانبين وما يحول دون تفاقم هذه الأزمة التي ومن المؤكد أن المواطن الفنزويلي بشكل أو بآخر هو من يدفع ثمنها، سواء في الوقت الحالي أو على المدين المتوسط والبعيد. خبير العلاقات الدولية الأستاذ زكريا عثمان، حدثتنا عبر الصوت والصورة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الخاصة بآخر التطورات والتداعيات في المشهد بفنزويلا. في تمام الساعة 3 عصرا مشاهدينا الكرام، أجدد اللقاء معكم مرة أخرى في نشرة إخبارية مفصلة. دائما ابقوا معنا.